برحب بيك زميل عزيز محمد غانم، برحب بضيوف الكرام ومشاهدينا الكرام. وانتهت مباراة طلائع الجيش ونادي الجونة بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين. كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش. كابتن عبد الحميد، يعني شوط أول من وجهة نظر حضرتك شايفه إن هو سيء لفريق طلائع الجيش النهارده؟ أولا برحب بالكابتن محمد غانم وضيوفه الكبار، يعني منورين الاستوديو. يعني بقول الحمد لله، يمكن لما تبقى في أسوأ حالاتك ولاعبتك مش في حالتها الطبيعية، مش واحد ولا اتنين، الفريق كل، وإن أنت نقدم المردود الفني اللي ما كناش مستنيينه النهاردة، فبقول الحمد لله والشكر لله على النتيجة النهاردة، تعادل في الوقت الأخير من اللقاء. إنما إحنا عندنا أحسن من كده، ولاعبتنا عندها أحسن من كده، وأتمنى يكون النهاردة درس كبير جدا للي جاي كله، لأن إحنا النهاردة كان عندنا أمال وطموحات كبيرة جدا إن إحنا ناخد 3 نقاط، نتقدم خطوات كبيرة في الجدول. إنما إحنا قابلنا فريق محترم جدا زي فرقة الجونة، مدير فني محترم زي الكابتن علاء عبد العال، وفي عز الظروف السيئة اللي إحنا مرينا بيها النهاردة، فنقطة التعادل أفضل من الهزيمة. لعبتك ايه على طول بعد الشوط الاول وانت خسران 1-0؟ انا يمكن شارح كل لعب الجونه ومفسر الجونه تماما للاعبتي، وكلهم داخلين المباراه وكلهم عارفين كل المحاور اللي هتلعب بيها نادي الجونه النهارده. انما برضو الفرص اللي جت علينا والهدف اللي جه فينا من كل الاخطاء اللي احنا حذرناهم منها وقعنا فيها، لان بقول لك ما كانش في لعيب ولا اتنين ولا تلاته ما كانوش في حالتهم، لا ده الفريق كامل ما كانش في حالته النهارده. انما الجميل ان انت في عز عدم وجودك في حالتك الفنيه الطبيعيه وانك انت تخرج بالتعادل، وكان عندنا كمان فرصه بعد الهدف ان احنا نقدر ناخد كمان ال3 نقاط، فبقول الحمد لله والشكر لله، وان شاء الله يكون الافضل والاجمل يكون جاي ان شاء الله في الفتره اللي جايه. 4 تغييرات في وقت واحد، يعني 4 تغييرات دي اللي عملت يعني عامل السحر للفريق؟ والله الحمد لله. يمكن انا حاولت انشط بالتغييرات الهجوميه كلها اللي موجوده معايا على الدكه، يمكن كل العناصر الهجوميه اللي موجوده عندي على الدكه انا لعبتها بحيث ان انا ارجع للمباراه. يمكن وصلنا فرصه وفرصتين، انما ما كناش بالشراسه الهجوميه اللي احنا كنا بنشتغل عليها طوال الفتره الماضيه. انما طبعا التغييرات ادتنا افضليه وادتنا زياده من الناحيه، يمكن الجونه كان الافضل في الشوط الاولاني، انما الشوط الثاني يمكن كان لنا افضليه، بحثنا على المكسب طبعا، وانت بتهاجم هيبقى عندك مساحات للمنافس وده حصل. انما الحمد لله والشكر لله قدرنا ان احنا نرجع للمباراه، والحمد لله والشكر لله نقطه ان شاء الله باذن الله نبني عليها للي جاي ان شاء الله. شكرا 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 كابتن عام. يمكن ده كان لقاءنا مع الكابتن عبد الحميد بسيون المدير الفني فريق نادي طلائع الجيش، عوده الى الاستوديو واستكمال باقي فقرات استوديو التحليل.